السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم مني كل جديد. وفاة متحول جنسيا. كشفت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين عن مقتل شاب على يد شقيقه، حيث أوضح مدير ناحية مدكيش أن الشاب الذي لقي حتفه متحول جنسيا. وقال مدير الناحية الإعلامية أن الجثة هي لشاب متحول جنسيا كان يروح خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتداوله من ولد إلى بنت، لذلك قام شقيقه بقتله، مضيفا إلى أن هذه معلومات أولية وهي بحاجة إلى تحقيق مفصل. سأوفيكم بالتفاصيل أولا بأول، ولايك وشير للفيديو.